والنهارده معايا موضوع مهم جدا جدا جدا، تحذير لكل المسيحيين بوجه عام، ويا ريت تسمع الفيديو للاخر. انتشرت اليمين دول ظاهره عجيبه جدا، وهي ان فيه ناس ما تاخد ايصالات، والايصالات دي مختومه بختم المطرني، اي مطرنيه يعني، ويلفوا بيها على البيوت على اساس يلموا تبرعات الاخوه الرب، وهم نصابين يا جماعه، خلوا بالكم اما ياخدوا الفلوس دي لنفسهم ويحتالوا على الناس. فخلوا بالكم وشوفوا كل الفيديو فهتعرفوا كل حاجه وهتفهموا كل حاجه. وبهذا الشان تنويه من ايبارشي دير مواسو دلجة، تحذر إبرشية دير مواسو دلجة من تداول إيصالات مختومة بختم منسوب لخدمة إخوة الرب بمطرانية دير مواس، وتؤكد المطرانية أن هذه الإيصالات مزورة، وأنه لا توجد أي إيصالات تخص خدمة إخوة الرب أو أي خدمة أخرى تابعة للمطرانية. وتهيب بأبناء الكنيسة عدم التعامل مع حاملي هذه الإيصالات لتجنب الوقوع ضحية لحيل هؤلاء الأشخاص المزورين. الأنبا أغابيوس أسقف دير مواسو دلجة الخميس 24 سبتمبر 2020 4 توت 1737 شهداء. فرجاء يا جماعي بلاش حد يتعامل إلا مع كنيسته والكهنة بتوعه والخدام بتوعه اللي هو عارفهم واثق فيهم، لأن في ناس كثيرة دلوقتي ما تنصب باسم المسيح وباسم إخوة الرب. واخيرا رجاء محبه لكل اخواتي وحبايبي، يا ريت بلاش التعامل الا مع الكاهن اللي انتوا عارفينه وحافظينه كويس ومع كنيستكم، وده سواء التعاملات المادية او الاعتراف، ومخص بالكلام ديتي البنات والسيدات، يا ريت بلاش تفتحي قلبك وتحكي مع اي حد ما تعرفهوش. ويا رب بركه وخير وسلام لبلدنا الحبيبه مصر ولكل المصريين. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير لكل اصحابك، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.